ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا واد يا ظريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبد الله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكم ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا، انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش قادر اتحرك. هاني استنى هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها، اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت، وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك، وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي، يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربة عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه، يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص، انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده، هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجة ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاج ابوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. ايه ده، ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه، كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسلية. خبش يا سيف. اهدى اهدى. السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي يعني مؤاخذة، هما حلوا الكلمات وبعدين قالوا القصة؟ مظبوط سعادتك. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة، القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نقطك كلا؟ ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جوازهم. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. ضاع.
يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلوله مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح مؤاخذة الجده بطه ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجده بطه؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذة عز المعرفه. لا ما اعرفش حاجه. ما تعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصه. انا قلت ما اعرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا مش هقول اي حاجه. طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف احسن. وان شاء الله مش هتعرفوا عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو. ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي. دي مش حاجه تفتكريها وتفتخري بيها على فكره. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زياره لعمه عشان نساله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجه. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجده بطه الاستاذه فاطمه النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزه مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوه خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه. كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجله هديه بتاعه الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ اه طبعا عارف. كان هنا الجد بطه ساكنه في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب كلب صغير اسمه كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، البلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بود؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي. طب نسأل مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين؟ جيران مين يا حبيبتي؟ بيقول لك ما جاش من 40 سنة، يعني أصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو أنتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ أمال إيه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ أيوة، ما قاعدة في دار المسنين. إيه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه. انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. اه واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، ده بعت لنا عم بندق كمان عشان يشيل لنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. طب متأكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده انا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، ار يو شور؟ واتيفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم دهب؟ الله، انت
انت اللي جابك هنا؟ يا مؤاخذة زيارة يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذة كتير. وانتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا ابو سعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذه اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفتاح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، تفكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش بتقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي اروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلامة عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطة. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. ما اعرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه؟ حاجه ايه يا جربوعه انتي؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبة. لا بقول لك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المره دي يا جماعه. دي بتقتلها بتقتلها. كفايه كفايه كفايه. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي انا وشيرين، وانا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا يعني عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين؟ وانت مالك انت ومال العقد؟
يا حراميه يا بيئه يا جربوعه انتي انتي مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق بندق انا بندق بندق يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس بندق كويس جدا الحمد لله. واحنا مش بناته احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه. ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه حبيبتي حبيبتي افتحي بقك يلا ايفون ما تغلبيش. بقول لك ايه الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش احنا بدلنا الدواء بايماند ام. ايفون يلا دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين مبتسمه على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطه؟ اكيد من الراجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذه يا هوانم الشنطه بس عايزين نفتشها. اوكي لا 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 مش بتتفتح كده هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده جايبه سندوتشات سندوتشات بس بس اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس فيها قنبله خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي حط خد منديل اهو. ايه يا وكاله من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي. اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. اتفضل. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش بقول لك ايه مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني آدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. أنتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. إيه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ البنج. بنج إيه؟ الكسبان على الترابيز. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. إيه ده؟ هو إحنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جاي تليفون ما ردش. طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟
ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبص. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. يا سيف بس بصوا، انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا وسيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد ونروح. هو ده اللي انا حبيته، كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. Personne ne me touche. Je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. Je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. Je ne connais même pas cet imbécile. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزية عشان لابسة برنيطة؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصري كتير. وخيات الحسين اسمعوني، انا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين، انا كوستا اسمعوني، انا عايز الكونسول بتاعي، انا كوستا اليوناني. نهار اسود. جدع يا بنتي يا نيلي، ده انت طلعتي بنت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه بس اي جاس بتشكري فيا. انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشه ده، نتور لي سماسي. حاضر يا معلمه. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي، ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكره ذكيه برضه. صح، واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا اهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس وش. انت عبيط؟ خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي.
ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمره؟ جرى يا شوشه بتسكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل ده ديتوكس. ومفتح الباب. ايه الديتوكس ده، منظف يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه، هو الديتوكس ده اكيد مش خمره. بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفاره عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس. تعالى هاي سيف. انا تعبت خلاص، انا عمري في حياتي ما دخلت اسم. عرفتكم بقالي اسبوعين بس، دخلت الاسم مرتين، اتضرب واتهان واخد بالجزمه، والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم واللي عملتيه في المتحف كوم، عملت دليده لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف، كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي، انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمعت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف، ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه على السكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات، يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف، خلينا نعرف نفكر. اقعد اقعد ارتاح، كملي يا معلمة. هنجيب حرامي في الأصل كان خباز وحلواني. أنا هنزل الفرن الأفرنجي أجيب لكم الحرامي ده. أفرنجي إيه يا أهطل؟ الحلواني ده يبقى جوز أمك الله يرحمه، كتك ست النيلة. أنا عايزي تنزلوا دلوقتي على قهوة الحرامية تستلقطولكوا واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانة دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متني. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. مش حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده، هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضلي يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوح؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده، انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي، انا اكلم حرامي؟ خالته صباح، هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد يا مسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره؟ عزبة العرانيس ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين؟ خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه انا هسال، انا ايوه هسال واجي. حاضر، متشكر، اجي لك عند البطزاية نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. بكره؟ بكره معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. زق قوي انت. مع السلامة. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت.
يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني صح. ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. انزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطه؟ بلطه ايه؟ هو ماشي في الغابه. غابه ايه؟ بقول لك بلطه مش بطه. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجه. سنجه ايه السنجه دي؟ السنجه دي اله موسيقيه بيقعد يعزف عليها. يعزف ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجه يا شوشو، دي القعده صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا، في طفل صغير مش لابس بنطلون اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني؟ بس مش متخافش. المكان ده يا نهار اسود. اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه. تقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده. هو مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده. مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ده الروكسي اهم من الشعب. خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا؟ انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الصلاح حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صلى على النبي. وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. على الكبير هنا يا. والله ايه ده؟ معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني. حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ هو ولا لا انت يا عم؟ بقول لك معلش، انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش. شو أي دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب انا جوه العربوية. جايين للمعلم منعم، لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسى توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا. انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف عليا. تف عليا. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهارده. ما خليها تف. على الطلاق لا اقتلك. على الله. حد ليه يشوف حاجه؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقه؟ الايه؟ العيقه. جايز. هي عيقه. سيبوهم. Thank you.
يرضيك يا سيد المعلمين يتكتروا علينا ويلونوا على حرمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبة. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس اخد الحق صنعة، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة. دي دخلت انك لميت وانهم لميتون. واضح يا معلم انك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما انت بتشرب معسل اهو يا معلم. انت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها، حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوف هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لما مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا، ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. اه؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. اه، احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي. ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذة. اه نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى. ولا لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف. ولا نعدي من هنا؟ اه. وط يا اهبل، اوعى بقرف. مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ اه، ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا اسد. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى على الشاي ورصي لي حجرين حشيش على بانجو. من عناية. سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ اه ليجل. انا ما اعرفش انا طوعتكم ازاي وجيت المكان ده. عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى،
خلينا نشوف هنختار مين. شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتقالي ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره الدهن في الدوالي. ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك ده؟ هو شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا. هظبطهولك دلوقتي يا عم رضا. اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مطو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا يا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ؟ بس 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 ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد ياه 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لازعه الراجل في 100. انت مالك ياد لاصحاب شاب؟ بدل ما كشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك؟ والله لو قلنا مين تشبشب لي والمصحف اللي ركبها لك في وشك امشي يالا. بابا بابا. هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ماما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه؟ يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه. تخين هنيجي نقرب بالعقد، تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نقرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه تعالوا نروح لها. انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي. السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده 5 دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذه بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك، وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمه بيت. انا برضو بشبه صح قصدك على البنت سميره بيرة اللي في فيلم الفرح. بصي حضرتك الشخصيه دي اصلا مقتبسه مني، يعني عارفه دنيا سمير غانم الكتكوته العسوله دي جت قعدت مكان حضرتك هنا. انا بقى شربتها الكاركتر لما اقنته. والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوه دي وتطلعوا البنت اللي جوايا. اكيد في حاجات تانية جواكي غير البنت اللي جواكي اكيد. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا قبله؟ تفهم من بقك. انا مش حراميه، انا ما مديش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني.
تسرقي متحف؟ أسرق متحف؟ أسرق متحف؟ لو عايز أقتل أعمل إيه؟ تخنق في الأول واد أصمر. يا نهار أحمر، يا نهار أسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف إيه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكية، أصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا ألف سلامة عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله أجهزة إنذارات وكلاب حراسة، ده تلاقيه الحكومة مدروزة هناك. مدروزة؟ أكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك، احنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا whatever, you're the perfect one for this mission. انت عايزة ايه؟ يعني انت احسن واحدة، قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعة انا مرجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العملية دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكرة انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمة، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والتلاتة واللي بتاع هتاخدوا فاتورة ضريبية. فاتورة ضريبية؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنة، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا أبلة، لحنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من أولها العملية دي هتتفقر. من الآخر كده العملية دي فيها تلاتة، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وأنا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وأنا أصلا كرمكوا عشان أنتوا شباب صغننين. طب يا معلمة، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمة كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم ب3 عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا، انت عايز نسرق؟ انت مجنون وانا حرامي؟ انت هبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض ملك سخننا على السرقه كده. خلاص يا جماعه حقكوا عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه؟